يسعد صباحكم جميعا. طبعا يا محلى لما تبدا صباحك بالصلاة على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبعدها تفك على الرياضة اجواء ولا اروع على الممشى. كل صبحية حاول ترتب نفسك وتجي على الممشى. الحين نديكم المعلومات الحلوة وانا بالممشى. المشي 30 دقيقة يوميا يقي النساء من خطر الإصابة بمرض القلب والسرطان والعياذ بالله، الله يعيننا. واختيارك للملابس الرياضية المناسبة ذات التهوية تساعدك على زيادة المشي والهرم. المشي يقوي العظام ويمنع هشاشة العظام للنساء. 25 دقيقة باليوم رياضة تقلل من إصابة مرض السكري والعياذ بالله. بالنسبة لمريض السكر لازم قبل ما يبدأ الرياضة يقيس مستوى السكر. وثاني شغلة لازم يكون قطعة حلوة شيء معه، سبب لو هبط عند السكر يلحق نفسه. الرياضة بعد صلاة الفجر مفيدة للجسم بسبب غاز الأوزون. غاز الأوزون يساعد على النشاط. رياضة المشي مفيدة للمرأة الحامل، ولكن قبلها لازم استشارة الطبيب. رياضة المشي تساعد المرأة الحامل على النشاط وتساعد في نمو الجنين. 30 دقيقة مشي يوميا تقلل خطر الوفاة من سرطان البروستات إلى النصف. المشي 20 دقيقة يوميا يحرق من 3 إلى 5 كيلو دهون للجسم سنويا ويقي من ظهور الكرش. حبيبي حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى المسجد مشيا 5 مرات يوميا. ومن فوائد الرياضة تقلل الاكتئاب وتعدل المزاج. وفي الختام ما شاء الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المتابعين، يديكم العافية.